السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بين يوم مضى وآخر يطل، هذا حصاد أحداث 24 ساعة يأتيكم من التلفزيون المصري، فأهلا بكم. والبداية مع العناوين. مصر تطلق بنجاح القمر الصناعي الجديد نايلسات 301 من ولاية فلوريدا الأمريكية. إدارة الحوار الوطني تعلن بدء أولى جلساته في الأسبوع الأول من شهر يوليو، واختيار ضياء رشوان منسقا عاما. الحكومة تؤكد أن توطين صناعة الدواء أولوية قصوى، ووزير الزراعة يكشف عن تحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من المحاصيل. إلى تفاصيل الأحداث، حيث أطلقت مصر مساء الأربعاء بنجاح القمر الصناعي الجديد نايلسات 301 على متن الصاروخ فالكون 9 التابع لشركة سبيس إكس في ولاية فلوريدا الأمريكية، وذلك في تمام الساعة 11:03 مساء بتوقيت القاهرة. استغرقت عملية الانفصال عن الصاروخ 32 دقيقة منذ بدء عملية الإطلاق. حضر حفل الإطلاق اللواء أحمد أنيس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية، وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وقيادات الشركة المصرية للأقمار الصناعية. ويأتي إطلاق القمر الصناعي المصري الجديد في ظل النهضة التنموية التي تشهدها مصر حاليا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وإضافة للإنجازات التي شهدتها مصر على مدار الثمان سنوات الماضية. وتابع ملايين المصريين في مدن مصر وقراها إطلاق قمرهم الصناعي الجديد ليحدث نقلة نوعية في قطاع البث الفضائي في مصر. وللاقتراب أكثر من الحدث، ينضم إلينا من ولاية فلوريدا الأمريكية مراسل أخبار مصر الزميل محمد عبد الله. محمد، بعد التحية، ما الجديد لديك بعد انطلاق القمر الصناعي المصري الجديد نايلسات 301؟ نعم، الحمد لله كل الإجراءات الأولية والمراحل الأولية بتمثل أهمية كبيرة لمراحل خارجة في انطلاق القمر. مرت على سلام لحظة انفصال الصاروخ عن القاعدة، انفصال فتح الكبسولة الخاصة بالقمر، خروج القمر من هذه الكبسولة وأن يأخذ طريقه إلى المدارس. كل هذه الإجراءات الهامة تمت الحمد لله بسلام، وتم تلقي استقبال أول رسالة وإشارة من القمر بأن أمنيتي كلها تعمل على خير الإرادة. الفترة اللي جاية هي فترة فنية معقدة للغاية، هيتم عمل اختبارات للقمر على عدة مراحل مختلفة. أهم مرحلة فيها هي وصول القمر إلى المدار 10:30 غرب، وفي هذه المرحلة سوف يتم تشغيل نايلسات بكامل طاقته وتجريب القنوات التلفزيونية الخاصة بالنايلسات، ودي تقريبا هتكون بعد 10 أيام. المرحلة ديت يتم زي ما أشرت بيتم تجريب النايلسات بكافة أجهزته، بيتم عمل تيست عليه كامل بجانب تشغيل القنوات التلفزيونيه والقنوات الاذاعيه، ونتمنى ان القمر يستقبل ويبث الرسائل كامله بشكل جيد وشكل صحيح. نعم. محمد، ماذا لديك عن الأجواء يعني أو ردود الأفعال من قبل الوفد المصري أو مسؤولي الشركة الفرنسية المصنعة للقمر الصناعي بعد تمام عملية الإطلاق يعني الاطمئنان على نجاح يعني هذا الإطلاق؟ يعني كان هناك غرفة عمليات قبل الانطلاق الفالكون 9 طرق النقل للقمر المصري بست ساعات. غرفة التحكم الرئيسية كان فيها أربع أفراد أو أربع ممثلين، ممثل نايلسات باعتبارها هي الملك القمر، ممثل الشركة الفرنسية وشركة سبيس إكس، وممثل الاستشاري لنايلسات تيلسات. في هذا التوقيت القرار بيتم أخذ العديد من الإجراءات الهامة والمتعلقة بإطلاق نايلسات، ومن ثم القرار والمراجعات لكافة الأجهزة الخاصة بما تتم من خلال تلك الأربعة، ورائد الأخير يكون
للمركز. هناك انطباعات جيدة جدا من التابعين لشركة سبيس اكس بإمكانيات 301، وأما تحدثنا مع شركة مصنعة تلس الخاصة بالأقمار بصناعة الأقمار الصناعية واللي قامت بتصنيع المايل المصري 301 وقبله 202، أكدت على يعني الإمكانيات الهائلة اللي بتتمتع بها مايل سات 301. ومن ثم خطوة هامة جدا في تاريخ إطلاق مصر للأقمار الصناعية. نعم، أشكر زميلي محمد عبد الله مراسل أخبار مصر، شكرا جزيلا لك. وفي تصريحاته الخاصة للتلفزيون المصري قال رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين أن القمر الجديد 301 يغطي مناطق لم يكن بمقدور القمر الحالي الوصول إليها، حيث يغطي دول القارة الإفريقية ومن بينها دول حوض النيل. وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للإعلام من مدينة فلوريدا الأمريكية أن انطلاق القمر الصناعي نايلسات 301 هو إنجاز لجمهورية مصر العربية في المجال الإعلامي، مؤكدا أن ذلك يعد تطورا طبيعيا والمفروض أن يحدث في دول العالم ووسائل الاتصالات الحديثة، وينبغي أن تكون هناك مشاركة من الهيئة الوطنية للإعلام التي تملك 41%. وأشار رئيس الوطنية للإعلام إلى أن التقنية الحديثة التي يستخدمها القمر الصناعي الجديد 301 أثناء انطلاقه هي التقنية المطلوبة، لأنه يستطيع أن يغطي المناطق التي لم يكن بوسع القمر الحالي الوصول إليها. نايل سات اللي هي الوطنية للإعلام تملك 41%، والتقنية الحديثة بانطلاق القمر 301 دي التقنية المطلوبة، هو بيغطي المناطق اللي ما كانش بيوصل لها القمر الصناعي السابق. احنا بنغطي دلوقتي دول أفريقيا ومناطق كتيرة فيها في حوض نهر النيل، وده كان مطلوب واحنا كنا بنعاني منه حتى في المحطات عندنا، وكنا بننقل على أقمار أخرى، فتم معالجة الموضوع دون. وده جزء كبير على فكرة، واتجاهنا كدولة من ناحية أفريقيا والخدمات اللي بتقدم من خلال الإنترنت. الإنترنت واسع النطاق اللي هو هيساعد كمان داخليا وخارجيا عن النطاق العالمي زي ما احنا بنتكلم. فالنايل سات بانطلاق القمر الجديد بيساهم في كل الأجواء العالمية اللي احنا بنتكلم فيها، وبالعكس احنا كمان رفع الكفاءات وده مطلوب. وبإذن الله إن شاء الله يعني مع انطلاق القمر الجديد هنلاحظ في فرق في الكواليتي الصورة، حتى في نطاق التغطيات في كل الأشياء دي يعني، وإحنا كنا بنحتاجها كقنوات إعلامية على المستوى الداخلي والمستوى الخارجي. وحول التقنيات المتوفرة بالنايل سات الجديد 301 أكد اللواء أحمد أنيس رئيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات أن سوق الأقمار الصناعية تشهد تطورا كبيرا، مشيرا إلى أن هذا القمر مزود بتكنولوجيا الجيل الثالث ويتميز بقدرته على تأمين نفسه ضد عمليات التشويش. سوق الأقمار الصناعية بيشهد الحقيقة تطور تكنولوجي غير طبيعي، ويعني من الضروري أنك أنت تتابعه، وكل ما بتتأخر في صناعة أقمار كل ما بتحصل على أحدث تكنولوجيا. إحنا بالتأكيد في هذا الأمر الحقيقة حاطين بنسميها التكنولوجيا الجيل الثالث من الأقمار. الأقمار 201 ده كان الجيل الثاني من الأقمار، الجيل الثالث من الأقمار جيل قوي جدا، تكنولوجيا بتاعته عالية جدا، والحمد لله إحنا عندنا الأطقم الفنية والخبراء والمهندسين اللي في نفسها قادرين تماما على ان هم يستوعبوا هذه التكنولوجيا، ولهم خبره دلوقتي 25 سنه يعني بيتصادف اطلاق هذا القمر ذكرى مرور 25 سنه على انشاء شركه النايل سات، هي انشئت سنه 96. فالتكنولوجيا الحقيقه اللي في القمر ده عاليه جدا، ومن اهم الحاجات اللي بتميزها قدره هذا القمر على تامين نفسه ضد عمليات التشويش، بس مش كاملا يعني، هو لو في اي عمليات تشويش في مجموعه من القنوات القمرية أو اللي احنا بنقول عليها الترانسبوندرات دي، القمر بأمر الله هيكون قادر على مجابهتها، واللي أهم من كده هيكون قادر بمفرده على تحديد مصادر التشويش. هذا وأكد سفير معتز زهران سفير مصر في واشنطن أن إطلاق القمر الصناعي 301 يمكن مصر من التنافس في منطقة إفريقيا وجنوب الصحراء والقرن الإفريقي، وأكد أنه لأول مرة يتم إطلاق قمر صناعي مصري من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتزامن ذلك مع الاحتفال بمئوية العلاقات المصرية الأمريكية.
مصر بتنطلق بخطى ثابتة في مجال يخص العلاقات مع شركة سبيس اكس. التطور اللي موجود الحقيقة هو تطور يبعث بالفخر، لأن مصر لأول مرة بتنطلق في ما يتعدى المجال الحيوي الطبيعي اللي مصر كانت طول عمرها بتغطي شمال أفريقيا والشرق الأوسط. دلوقتي عن طريق القمر الصناعي الرابع مصر إن شاء الله هتخش وتنافس فين؟ في أفريقيا، جنوب الصحراء وفي القرن الأفريقي. دي حاجة. الحاجة الثانية إن القمر الصناعي الجديد هيكون محطة إضافية كمان لنقل تكنولوجيا المعلومات عن طريق الإنترنت، وده هيبقى تكامل مع المحطات الأرضية اللي موجودة في مصر. فكل ده مدعاة للفخر ومدعاة برضو للحديث عن مغزى هذا الإطلاق في هذا التوقيت في الولايات المتحدة الأمريكية، لأن دي أول مرة تحصل إن احنا نطلق قمر صناعي من الولايات المتحدة الأمريكية في سنة نحتفل فيها بمئوية العلاقات المصرية الأمريكية. إذن هي أهداف عديدة تنتظر القمر الصناعي المصري نايلسات 301 بعد الإطلاق، إلى جانب إسهاماته في تعزيز قدرات منظومة الإعلام المصري. ولعل أبرز تلك الأهداف تقديم خدمات الإنترنت عريضة النطاق لتغطية مصر والمناطق النائية، وتوفير خدمات الإنترنت للمشروعات الجديدة ومشروعات البنية الأساسية والمجتمعات العمرانية الجديدة وحقول البترول شرق البحر المتوسط، وخاصة حقل ذور. عد تنازلي بالفعل. دخلت مصر عصر الجيل الثالث للأقمار الصناعية لتؤكد الريادة الإعلامية في المنطقة، وذلك بإطلاق قمر صناعي نايلسات 301 من ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية. شركة تاليس بفرنسا قامت بتصنيع القمر الصناعي نايلسات 301، وتم نقله إلى قاعدة الإطلاق كيب كانافيرال بولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث تولت عملية الإطلاق شركة سبيس اكس العالمية. عملية تصنيع قمر نايلسات 301 استغرقت حوالي عامين ونصف، ويبلغ العمر الافتراضي له حوالي 15 عاما. قمر نايلسات 301 يزن 4.1 طن، وسيضم 38 قناة قمرية مقابل 26 قناة قمرية في القمر الحالي 201. يوسع القمر الصناعي الجديد في تغطية دول جنوب القارة الإفريقية، إضافة إلى دول حوض نهر النيل، وذلك لتحقيق تواصل أكبر مع شعوب القارة الإفريقية، ويواكب توجهات القيادة السياسية في تعميق العلاقات المصرية الإفريقية. تشمل إمكانات القمر الجديد تقديم خدمات الإنترنت عريض النطاق لتغطية مصر والمناطق النائية، لتوفير خدمات الإنترنت للمشروعات الجديدة ومشروعات البنية الأساسية والمجتمعات العمرانية الجديدة وحقول البترول شرق المتوسط، وخاصة حقل ظهر. ويحقق القمر الصناعي الجديد تكاملا مع القمر المصري طيبة واحد، وبذلك تكون مصر قادرة على تقديم خدمة الإنترنت الفضائي من خلال قمرين صناعيين، بما يضمن تأمين واستمرار هذه الخدمة. تم تصنيع نايلسات 301 وفق تكنولوجيا متقدمة تمكنه بمفرده وذاتيا من تحديد أي مصدر للتشويش، كما سيتمكن أيضا من معالجة عمليات التشويش لتوفير التأمين الكامل للقنوات التلفزيونية العاملة عليه. كما يتميز القمر الجديد بإمكانية المناورات بالهوائيات لتغيير مناطق التغطية وفقا لاحتياجات الدول الإفريقية التي تعتبر سوقا جديدا لأقمار النايلسات. في 8 يونيو من عام 2014، ومع أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية، انطلقت ملحمة بناء الجمهورية الجديدة لتقدم مصر نموذجا جديدا في استكمال المشروعات القومية وتحقيق التنمية رغم الأزمات العالمية المتتالية.
لكل زمان قصص نجاح تروى وأمجاد تحكى. وفي مصر سيشهد التاريخ على صفحات حافلة بالإنجازات والنجاحات. كلما مر الزمن أكثر إلا ارتفعت الأماني والأحلام أعلى. لن تقام الأمم إلا بالعمل والعلم والبناء والجهد. جمهورية جديدة بزغت شمسها منذ 8 سنوات. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون. فمنذ توليه قطعت مصر أشواطا كبيرة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما انعكس إيجابا على حياة المواطن البسيط. بلغة الأرقام، قفز معدل النمو الاقتصادي من مستوى 2.2% في العام المالي 2012-2013 إلى 5.6% بحلول عام 2019، ونجح الاقتصاد المصري في تحقيق معدلات نمو إيجابية رغم الجائحة بلغت 3.5% عام 2019-2020. استثمار في كافة أنحاء البلاد وفي مختلف المجالات. شق الصخر، فكانت قناة السويس الجديدة هدية مصر للعالم وأحدث أكبر موانئ في المنطقة الإفريقية. ولأن مسار التنمية لأي بلد لا يستقيم دون شبكة طرق قوية، كانت إرادة الوطن بقيادة الرئيس السيسي أقوى من الصعوبات والموانع الطبيعية. فلا الجبال والتضاريس الوعرة ولا الصحارى حالت دون شق الطرق في سائر أنحاء البلاد وتطوير شبكة الطرق القديمة بهدف ربط كبريات المدن مع بعضها. رؤية فتحت الآفاق بصورة أرحب وأضافت إلى رصيد الطرق السريعة 7000 كيلومتر. ولأننا في عصر السرعة، قررت مصر الانتقال إلى السرعة القصوى، وهي تكشف الستار عن القطار الكهربائي الخفيف بالإضافة إلى مونوريلا العاصمة الإدارية الذي يمثل نقلة نوعية كبيرة في قطاع النقل الداخلي. وتتخطى التنمية الاجتماعية الرائدة الأنماط التقليدية إلى أنماط راقية غير مسبوقة، وتضافرت الجهود نحو إنجاز مشروع المليون وحدة سكنية. هنعمل إسكان لكل الطبقات، في الإسكان الاجتماعي وفي الإسكان المتوسط وفوق المتوسط. إحنا ما حطناش سكن شقة، إحنا حطنا مجتمع. وتشق مصر طريقها نحو التحديث العمراني بتشييد العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العالمين وجبل الجلالة وغيرها من المدن الذكية. في القطاع الزراعي، ركزت استراتيجية مصر على تحقيق التنمية الزراعية ببعديها الرأسي والأفقي بإطلاق المشروع القومي لاستصلاح 4 ملايين فدان. ويعد مشروع الدلتا الجديدة أضخم مشروعات التنمية الزراعية. وجاء افتتاح مشروع مستقبل مصر على طريق القاهرة الضبعة بتكلفة إجمالية بلغت 250 مليار جنيه ليعظم فرص الإنتاج ويبشر بتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية. التزمت مصر بقيادة الرئيس السيسي بخفض انبعاثاتها من الغازات الدفيئة، وتمكنت من فرض نفسها كبلد رائد في مجال الاستثمار في الطاقات المتجددة، فعمدت إلى تنويع مصادرها للتزود من الطاقة المتجددة عن طريق الرياح ومحطات طاقة شمسية، دون إغفال تطوير وتعزيز الطاقة الكهرومائية تلبية للطلب المتزايد على الكهرباء. الاستثمار الكثيف في مجال التعليم تم التركيز عليه. إن مصر الجديدة تولي أهمية قصوى
لبناء الإنسان المصري صحياً وعلمياً وثقافياً. ومن هذا المنطلق كان إعلان عام 2019 عاماً للتعليم في مصر. ويلوح الأمل في الحياة والتغلب على المرض بإطلاق مشروع التأمين الصحي الشامل ولمبادرات الرئاسة الرامية لتحسين صحة المجتمع. في الجمهورية الجديدة شكل العمل الاجتماعي ركيزة أساسية في كل مشروع تنموي قائم على القيم الإنسانية والتضامن. يهمنا ان انتوا تبقوا مطمنين. الله يخليك. مش هنسيبكم. في 500 شقة جاهزين بايه؟ بمجاميع كل حاجة. كل حاجة. يعني تخش تجيبي شنطة الهدوم بس. ايوه. وممكن نجيب الهدوم كمان ما يجراش حاجة. تحيا مصر. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور حاتم صابر خبير مقاومة الإرهاب الدولي وحرب المعلومات. دكتور حاتم بعد التحية، مصر تمكنت في 8 سنوات من التصدي ومواجهة ظاهرة الإرهاب، كيف ترى دورها الريادي في هذا المجال؟ أولا تحياتي لحضرتك أستاذ المشاهدين. لابد أن نذكر الشعب المصري والمجتمع المصري التجربة المصرية في مكافحة الإرهاب هي تجربة فريدة من نوعها، لم يسبق لدولة أن تخطط هذه الأزمة بكفاءة ونجاح عدا الجمهورية العربية. التصدي لظاهرة الإرهاب في ظل ما تم هذا التقرير الذي أوضح مناحي النواحي الاستثمارية والنواحي الاقتصادية والنواحي الاجتماعية والسياسية للدولة المصرية عبر السنوات الماضية وما تتبع من ذلك من تحديات، أعتقد أنها كانت تحديات يصعب على دول كبرى أن تجتازها. إذا شاهدنا أن ظاهرة الإرهاب بدأت في الاستشراء أو الإعلان عن وجهها القبيح في عام 2013، انتهجت مصر سياسات اعتمدت في نهجها أو في قوامها على المواجهة العسكرية مضافا اليها المواجهه السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه في توقيت واحد، وهو ما مكن الدوله المصريه عبر العديد والعديد من المواجهات من التصدي بشكل قوي لظاهره الارهاب. ودائما ما تتكلم الارقام عن ما تم انجازه، ففي عام 2013 واجهت الدوله المصريه عدد 306 عمليه ارهابيه موجهه ضد الدوله، دعت بالتناقض إلى أن وصلت إلى عام 2016 إلى 199 عملية، ثم عام 2017 إلى 50 عملية، ثم في عام 2018 مع اندلاع العملية الشاملة إلى 8 عمليات، ثم في عام 19 عملية واحدة، وعام 20 وعام 21 بلا عمليات إرهابية. أعتقد أن هذا الأمر شاهده كافة المجتمع المصري وتشهد على قدرة الدولة المصرية على التصدي لهذه الظاهرة، مضافا اليها ما تم انجازه من انجازات سياسيه واقتصاديه واجتماعيه شعر بها المواطن المصري الى مرحله الانطلاق الى الجمهوريه. نعم، اشكر ضيفي عبر الهاتف دكتور حاتم صابر خبير مقاومه الارهاب الدولي وحرب المعلومات، شكرا جزيلا لك. شهدت مصر خلال السنوات الثمانية الماضية ازدهارا كبيراً في علاقاتها الخارجية على المستوى الدولي والإقليمي والعربي، فمنذ أن تحمل الرئيس السيسي مسؤولية البلاد عمد سيادته إلى تبني سياسة مصر الخارجية على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة مع جميع دول العالم. وللمزيد من التحليل والمتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية. دكتور مختار بعد التحية، مصر تمكنت في 8 سنوات قليلة من استعادة دورها الريادي خاصة على المستويين الإقليمي والدولي، كيف ترى ذلك؟ يعني تحياتي ليك، وخليني أهنئ الشعب المصري بمرور السنوات الثمانية، لأنه شكل علاقة مصر على المستوى العلاقات الخارجية تغيرت تماما على مستوى القارة الأفريقية. من كلمة سيادة الرئيس في قمة ملابو سنة 2014 اللي هي القمة 23 للاتحاد الأفريقي، انطلقت مصر في أميز علاقات بينها وبين الساحة الأفريقية. شهدت خلالها رئاسة مصر لهذا الاتحاد على مدار عامين تولت
نقل وجهة النظر القارة الأفريقية لكثير جدا من القوى الإقليمية والقوى الدولية إلى حد كبير، آخرها فيما هو مرتبط بمؤتمر المناخ اللي هو كوب 27 مفترض أن يعقد إن شاء الله في نوفمبر 2022، وهو يعني إلزام أو يعني طلب من القوى الكبرى بضرورة الالتزام بالمساعدات المالية اللي هي أقرتها في كثير جدا من المؤتمرات في حدود 100 مليار دولار للدول الأكثر هشاشة أو الدول الأكثر فقرة. مصر تولت هذا الأمر بريادة فريدة. الجزء الثاني وده جزء مهم جدا، امتداد عمق علاقة مصر بالعالم العربي، ودي مسألة في غاية الأهمية. شفنا الثلاثية الأشهر مصر الأردن العراق أو ما يسمى بولادة الشام الجديد، مصر الإمارات السعودية والاستثمارات الضخمة الموجودة في مصر، التحدث دائما عن ضرورة فتح آفاق للقضية الفلسطينية، وتولت مصر نطاق التهدئة في كل المواجهات اللي تمت بين المقاومة الفلسطينية وما بين إسرائيل 2008 12 14 21 في كل هذه المواجهات، تميز في شكل العلاقات بين الشرق والغرب، ما بقتش علاقة منفردة بالولايات المتحدة الأمريكية والعالم الغربي، انتقلت إلى العالم الشرقي وانتقلت إلى جنوب شرق آسيا وفتحت آفاق كبيرة جدا. متصور أنه هذه الريادة المصرية في ظل هذه الفترة الزمنية القليلة إلى حد كبير استطعت أن تصنع لنفسك رقم مهم جدا على النطاق الدولي والنطاق الإقليمي من وجهة نظر كثير جدا من المراقبين والمحللين. نعم دكتور مختار، مصر أيضا من الدول القليلة على مستوى العالم والتي حافظت على استمرار نمو الاقتصاد بصورة إيجابية خلال جائحة كورونا، إلى أي مدى يدلل ذلك على صحة برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر؟ يعني شوف، جائحة كورونا، الصراع ما بين الشرق والغرب فيما هو مرتبط بالساحة الأوكرانية وده الصراع الأخطر من وجهة نظري منذ الحرب العالمية الثانية، استطعت على الأقل أنك تثبت وضعك في ظل بنية تحتية وقواعد اقتصادية أنت بتبنيها في الداخل المصري، فاستطعت أنك أنت توازن ما بين استمرارك في هذه البنية التحتية والقواعد الاقتصادية وما بين المشاريع الضخمة اللي أنت أقمتها في هذا النطاق وما بين التحديات اللي انت قابلتها من خلال جائحة كورونا والتأثير اللي تم على الكثير جدا من علاقة التجارة الدولية، او الاخطر من وجهة نظري هو هذا الصراع المرتبط بالساحة الاوكرانية اللي استطعت فيه ان تحدد على الاقل شكل من اشكال الاكتفاء ليك على مدار 4 شهور أو 5 شهور خلال الفترة القادمة. دي ملحمين او ملحمة مهمة جدا استطعت الحقيقة انك انت تكتسبها ببراعة شديدة. تمام، يعني عموما وضحت وجهة نظرك دكتور مختار. اشكر ضيفي عبر الهاتف دكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، شكرا جزيلا لك. أعلنت إدارة الحوار الوطني الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي بدء أولى جلسات الحوار في الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل، كما أعلنت اختيار ضياء رشوان نقيب الصحفيين منسقا عاما للحوار الوطني، بالإضافة إلى اختيار المستشار محمود فوزي الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رئيسا للأمانة الفنية للحوار. أوضحت إدارة الحوار الوطني أن أولى مهام المنسق العام للحوار الوطني تتمثل في بدء التشاور مع القوى السياسية والنقابية وكل الأطراف المشاركة في الحوار لتشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني من ممثلي كل الأطراف والشخصيات العامة والخبراء من 15 عضوا، بما يضمن المشاركة الفعالة والتوصل إلى مخرجات وفقا للرؤى الوطنية المختلفة وبما يخدم صالح المواطن المصري. وأضافت إدارة الحوار أنه تم الانتهاء من كل التجهيزات واللوجستيات اللازمة لتنظيم الحوار، وذلك من خلال الأكاديمية الوطنية للتدريب، وأشار إلى أنه تم تشكيل أمانة فنية من الأكاديمية الوطنية للتدريب برئاسة المستشار محمود فوزي لمعاونة مجلس أمناء الحوار في العملية اللوجستية والتنظيمية، وأشار إلى أن إدارة الحوار الوطني إلى استمرار استقبال طلبات المشاركة والرؤى والمقترحات من خلال الرابط www.egyoth.com/er/
REGISTE. كما تتلقى إدارة الحوار الوطني المقترحات والاستفسارات عبر رسائل الواتساب على الأرقام الآتية 010-255-215 و 010-93-888-833. من جانبها ثمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إجراءات إدارة الحوار الوطني وأكدت أنها تكفل المشاركة الفعالة، وأن إدارة الحوار الوطني مع ممثل الأطراف كافة والشخصيات العامة والخبراء وصولا إلى مخرجات تخدم صالح المواطن المصري. ودعت التنسيقية جميع الأحزاب السياسية والتيارات الشبابية إلى الانخراط في الحوار الوطني على جميع المحاور والملفات الخاصة من أجل فتح مسارات للتفاعل حول مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية السياسية التي تستهدف بناء الجمهورية الجديدة. قدم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي برئاسة فريد زهران بيان الحركة المدنية للأكاديمية الوطنية للتدريب باعتباره الإطار العام للتصور الخاص بالحوار الوطني. وأكد الحزب على ضرورة وجود أمانة عامة للحوار تضم شخصيات تمثل كل الأطياف السياسية بشكل متوازن. كما أكدت قيادات الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن الأساس في الحوار الوطني هو الإصلاح السياسي الذي يعيد القاطرة الرئيسية للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي. وشدد الحزب على أهمية تحديد المخرجات المرجوة من الحوار ووضع إطار زمني لها. وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب الصحفي الأستاذ أشرف أبو الهول مدير تحرير جريدة الأهرام. أستاذ أشرف، بعد التحية، كيف ترى جهود إدارة الحوار الوطني وإلى أي مدى تكفل المشاركة الفعالة لجميع الأطراف؟ يعني أولا مساء الخير، تحياتي لحضرتك والأستاذ المشاهدين. وبالتأكيد يعني اليوم يوم فارق في الحوار الوطني، لأنه اليوم تم الإعلان فعلا عن موعد بداية الحوار الوطني في الأول من يوليو المقبل، وتم الإعلان عن اختيار منسق للحوار هو الأستاذ ضياء رشوان نقيب الصحفيين. ويعني كل الأمور أصبحت واضحة الآن، الطاولة بها كل شيء يمكن مناقشته، وما زال يعني وما زال الباب مفتوحا لمن يريد أن يقدم مقترحات أو رؤى. يعني الفترة التي مرت واضح تماما أنه الأكاديمية الوطنية للتدريب قامت فيه بعمل كبير جدا من أجل التجهيز وعمل كل اللوجستيات وتجهيز القاعات التي يعني ستستضيف هذا الحوار. والآن نستطيع أن نقول فعلا أنه الحوار أصبح أمر واقع، وما علينا إلا أن ننتظر موعد بدايته وننتظر ما سينتج عنه. وبالتأكيد هذا الحوار يعني سيؤدي إلى تغيير في الحياة السياسية المصرية في الواقع المصري. ويعني هذا الحوار وكما نأمل يعني سيؤدي إلى وضع أسس للجمهورية الجديدة. أستاذ أشرف، يعني أولى مهام المنسق العام للحوار الوطني بدء التشاور مع القوى السياسية والنقابية وكل الأطراف المشاركة في هذا الحوار، كيف سينعكس في تقديرك ذلك على جهود إنجاح الحوار بما يخدم صالح الوطن والمواطن؟ يعني علينا أن نلحظ ما يلي. الأستاذ ضياء رشوان وكما أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب اليوم سيتسلم كل المقترحات أو ربما تسلم كل المقترحات التي يعني قدمت حتى الآن، وكل الرؤى وكل الأفكار المطروحة من كافة الجهات، وأمامه حتى نهاية الشهر الحالي يعني مهلة لكي يستقبل المزيد من الأفكار والاقتراحات. ولن يكون بالتأكيد وحده، وإنما معه أمانة عامة تضم يعني حوالي 15 من الشخصيات الوطنية الوازنة في كافة التخصصات، وأيضا هناك مساعدات ستقدم من الأكاديمية الوطنية للتدريب. إذن عندما يبدأ المشاورات الحقيقية أو الجلسات الحقيقية في الأول من يوليو المقبل،
لن ينطلق من السيف، وإنما ستكون لديه رؤية واضحة، وسيتم الالتقاء مع ممثلي القوى السياسية الذين قدموا هذه الأفكار للاتفاق على تفاصيلها، لأننا لا نستطيع أن نقيم حوار مفتوح يعني يشارك فيه مئات الآلاف وكل من يريد أن يتكلم، ولكن كان من الضروري هذه الترتيبات التي جرت حتى يمكن حصر الأفكار التي ستقدم وحصر المجالات، لأننا إذا فتحنا الباب لحوار بدون سقف أو بدون رابط ستكون الأمور أصعب بكثير. الآن الأمور أعتقد أنها واضحة ومرتبة، وبالتأكيد إن شاء الله ستكون نتائجها جيدة وتتماشى مع مصلحة هذا الوطن إن شاء الله، وليس مصلحة طرف على حساب طرف آخر. إن شاء الله أستاذ أشرف. أشكر ضيفي عبر الهاتف الكاتب الصحفي الأستاذ أشرف أبو الهول، مدير تحرير جريدة الأهرام، متحدثا لنا. شكرا جزيلا لك. استهل مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بالإشادة بتنظيم المعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي الأول، والذي حظي بتشريف السيد رئيس الجمهورية، مؤكدا اهتمام الدولة بتوطين صناعة الدواء كأولوية قصوى. من ناحية أخرى، أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير خلال مؤتمر صحفي أن الأعوام الثمانية الماضية شهدت طفرة كبيرة في القطاع الزراعي، مؤكدا أن تعزيز الأمن الغذائي المصري كان الأولوية الأولى. كما أكد وزير الزراعة أن مصر أصبح لديها اكتفاء ذاتي في عدد كبير من المحاصيل. قضايا وطنية مهمة ناقشها مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تم استعراض مسودة الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية 2022-2027 تمهيدا لإطلاقها من رئيس الجمهورية خلال الفترة المقبلة. مجلس الوزراء وافق في اجتماعه على إجراء حركة ترقيات بكافة وحدات الجهاز الإداري بالدولة اعتبارا من الأول من شهر يوليو القادم. وعقب الاجتماع، عقد وزير الزراعة السيد القصير مؤتمرا صحفيا شرح خلاله السياسات الزراعية الحالية، ما بين التحديات المتمثلة في محدودية الموارد والفرص المتاحة بالاستثمار. مع زيادة الأرض الزراعية ومع زيادة الاحتياجات ومع التغيرات المناخية أصبح لدينا احتياج، وبالتالي كانت الدولة المصرية سباقة في مسألة معالجة مياه الصرف الزراعي. يمكن احنا أنشأنا محطتين، محطة المحسمة اللي خدت أفضل مشروع في العالم في 2019، وأيضا محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر اللي خدت أكبر مشروع في العالم، ودي كانت بتعمل 5.6 مليون متر مكعب يومي، وإن شاء الله قريبا سوف يتم افتتاح محطة الحمام اللي هي تغذي مشروع الدلتا الجديدة. وعما تم توريده من القمح حتى الآن، قال الوزير: إجمالي التوريد حتى الآن احنا يمكن تجاوزنا 3.6 مليون، وأيضا بخلاف 135,000 طن يمثلوا تقاوي إكسار في ظل توجه الدولة المصرية إن احنا بنرفع نسبة التغطية من التقاوي المعتمدة. يعني نقول اللي تورد سواء للتوريد للجهات المسوقة لوزارة التموين أو للتقاوي المعتمدة في وزارة الزراعة يمكن تجاوزنا 3,740,000 طن. وزير الزراعة أشار إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي بالعديد من المحاصيل والمنتجات. لدينا اكتفاء ذاتي من عدد كبير من المحاصيل، عندنا الخضر، عندنا الفاكهة، عندنا الدواجن، عندنا البيض، عندنا الألبان، كل عندنا الرز، كل دي محاصيل حققنا منها فائض وكمان بنصدر. وحسب وزير الزراعة فإن مصر حققت الأمن الغذائي رغم الأزمات العالمية بالتوسع الأفقي زراعيا وبتحسين الإنتاج الحيواني والداجني، وتصدرت في مجال الاستزراع السمكي. نحن نعتبر الدولة الأولى على مستوى أفريقيا في مجال الاستزراع السمكي، يمكن بنعتبر الدولة رقم 3 على مستوى العالم في إنتاج البلطي، يمكن نعتبر السادس على مستوى العالم في الاستزراع السمكي. الدولة المصرية واخدة مسألة الأمن الغذائي ده مسألة يعني مهمة جدا. وعلى صعيد التوسع في الاستثمارات الأجنبية بمصر، شهد رئيس مجلس الوزراء مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وشركة سوميتومو اليابانية لصناعة الضفائر الكهربائية للسيارات لإقامة مصنع جديد بمدينة العاشر من رمضان، يبدأ تشغيله نهاية 2023.
الحكومة تؤكد صحة وسلامة الغذاء وتشجع الاستثمارات وتذلل العقبات أمام المستثمرين وتعلن عن حركة ترقيات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة. من مقر مجلس الوزراء، إيمان التوني، التلفزيون المصري. من ناحية أخرى، عقد رئيس الوزراء اجتماعا مع كل من وزير السياحة والآثار دكتور خالد العناني ووزير الطيران المدني الطيار محمد منار عنبة، وأكد دكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة مستعدة لتبني كل الإجراءات والمحفزات الممكنة لزيادة عدد السائحين الوافدين إلى مصر، خاصة أن أعداد السائحين الذين يزورون مصر كل عام تظل غير متناسبة مع المعالم والمقاصد السياحية الضخمة والإمكانات والبنى التحتية التي تمتلكها مصر. ووجه رئيس الوزراء بعقد اجتماع تنسيقي بين وزيري السياحة والطيران للاتفاق على الآليات المقترحة لتسيير رحلات طيران منخفض التكاليف وغيرها من المحفزات والتيسيرات الأخرى، وإعادة العرض على رئيس الوزراء بمقترح متكامل مطلع الأسبوع المقبل. متواصلون معكم من التلفزيون المصري، ونتابع شكري وقع على اتفاقية استضافة مصر للدورة 27 لمؤتمر الأطراف للمناخ بمدينة شرم الشيخ. وزير المالية يعلن تخفيض التعريفة الجمركية على أكثر من 150 صنفا من مدخلات الإنتاج لتحفيز الصناعة الوطنية وجذب الاستثمار. قام سامح شكري وزير الخارجية الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ وباتريشيا سبينوزا السكرتيرة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، قاما بالتوقيع على اتفاقية استضافة مصر للدورة 27 لمؤتمر الأطراف التي تعقد في شرم الشيخ في شهر نوفمبر المقبل. عقد وزير الخارجية سامح شكري الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ اجتماعا مع مجموعة 77 والصين. وأشار شكري خلال لقائه بالمجموعة التي تتمتع مصر بعضويتها إلى الدور المهم الذي تطلع به المجموعة للدفع بمصالح وشواغل الدول النامية في مفاوضات تغير المناخ، معربا عن التطلع إلى دعم المجموعة لجهود مصر بوصفها دولة الرئاسة لدورة مؤتمر كاب 27 لتغير المناخ في خلق مناخ من الثقة بين مختلف الأطراف المعنية بعمل المناخ على نحو يسهم في نجاح الدورة المقبلة للمؤتمر. عقدت أمس الجلسة الافتتاحية للمحادثات السودانية بتيسير من الآلية الثلاثية التي تضم الاتحاد الإفريقي ومنظمة الإيجاد وبعثة الأمم المتحدة يونيتي ماس. وخلال الجلسة قال ممثل الأمم المتحدة في السودان إن الآلية الثلاثية مسهلة للعملية السياسية والسودانيون هم أصحاب تلك العملية الجارية الآن. من جهته قال مبعوث منظمة إيجاد إسماعيل أويس إن الأزمة الحالية تقتضي الوصول إلى حل يرضي جميع السودانيين من أجل تجاوز التحديات التي تواجه السودان. وبعد الجلسة الافتتاحية للحوار السوداني عقدت جلسة مغلقة بين أطراف العملية السياسية بحضور الآلية الثلاثية. كان رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان قد أكد أن الحوار فرصة تاريخية لإكمال المرحلة الانتقالية، مشيرا إلى أن معظم القوى الوطنية استجابت إلى دعوة الحوار متعهدا بالتزام المنظومة العسكرية والأمنية بتنفيذ مخرجات هذا الحوار، خاصة الوصول لانتخابات حرة ونزيهة. قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أنه لا يوجد حتى الآن إطار زمني محدد لاستئناف صادرات الحبوب من ميناء أوديسا الأوكراني. يأتي هذا بينما وصل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى تركيا لمناقشة إنشاء ممرات بحرية تسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود. كما من المقرر أن يبحث لافروف الذي يرافقه وفد عسكري مع نظيره التركي سبل استئناف مفاوضات السلام مع أوكرانيا. قال حاكم منطقة لوغانسك أن الجيش الأوكراني اضطر إلى التراجع لمواقع أقوى في مدينة سيفيرودونيتسك
المحاصرة شرقي البلاد. وأضاف حاكم منطقة لوغانسك أن القوات الروسية تركز قواتها الهجومية بهدف السيطرة على المنطقة بشكل كامل. من جانبه أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو السيطرة الكاملة على المناطق السكنية في سيفيرودونيتسك، وأكد شويغو استمرار المعارك لدخول المنطقة الصناعية في المدينة والبلدات المجاورة. وأشار وزير الدفاع الروسي إلى أن هناك نحو 6500 جندي أوكراني استسلموا منذ بدء العمليات العسكرية الروسية في شهر فبراير الماضي. مشاهدين، نبدأ جولتنا الصحفية مع جريدة اليوم السابع، ونقلا عن وزير الزراعة: حققنا الاكتفاء الذاتي في الجبن والألبان والأرز والدواجن. جريدة الأهرام: عبد الغفار: القيادة السياسية في مصر حريصة على تحقيق الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين. جريدة الجمهورية: معيط: زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية إلى 356 مليار جنيه. جريدة أخبار اليوم نقلت عن وزارة القوى العاملة تعيين 390 شابا وفتاة واستغراق 447 شهادة قياس مستوى المهارة بدمياط. ومن أخبارنا الاقتصادية: وزير المالية يؤكد أن تعديل تعريفة الجمركية جاء لتحفيز الصناعة الوطنية وجذب الاستثمار. وزير البترول يبحث مع وزير المعادن بغينيا الاستوائية تنفيذ مشروعات بترولية جديدة بغينيا الاستوائية. كل هذا والمزيد من الأخبار الاقتصادية في سياق تقريرنا التالي. أكد وزير المالية محمد معيط أنه تم تعديل التعريفة الجمركية لمواكبة المستجدات الدولية للنظام المنسق 2022 الصادر عن منظمة الجمارك العالمية، وذلك لتحفيز الصناعة الوطنية بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات على النحو الذي يساعد في تعظيم القدرات الإنتاجية وتوطين الصناعات المتقدمة. وقال معيط إنه تم خفض فئة ضريبة الوارد على أكثر من 150 صنفا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج مثل أجهزة المعامل التخصصية في مجال زراعة الأنسجة والأورام السرطانية وبحوث اللقاحات والأمصال وحفظ الدم، حيث كانت في بنود تصل ضريبة الوارد عليها إلى 60% وأصبحت 5% فقط. وأوضح معيط أنه تم إعفاء أجهزة ومستلزمات الغسيل الكلوي وخفض ضريبة الوارد على عصا المشي الخاصة بالمكفوفين من 40% إلى 10%، كذلك آلات ومعدات جني وحصاد المحاصيل الزراعية ومكابس القش والعلف وآلات تصنيف وفرز البيض والفواكه من 5% إلى 2%. استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس السفير سالم مبارك الشرقي سفير دولة قطر في القاهرة، وأكد ربيع أن التنامي الواضح الذي تشهده حركة التجارة العالمية العابرة لقناة السويس خلال الآونة الأخيرة يعكس أهمية القناة في دعم استقرار سلاسل الإمداد العالمية رغم التحديات العالمية المختلفة، كذلك نجاح استراتيجية التطوير والتحديث التي تنتهجها الهيئة للحفاظ على مكانتها الرائدة في المجتمع الملاحي. من جانبه أعرب السفير القطري عن سعادته بزيارته الأولى لقناة السويس، وذلك لتعزيز سبل التعاون المشترك مع الهيئة ومد جسور التعاون نحو زيادة حجم الاستثمارات القطرية في مصر. كما بحث وزير البترول طارق الملا مع وزير المعادن والهيدروكربونات بغينيا الاستوائية إجراءات تفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع شركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية بتروجيت لتنفيذ مشروعات بترولية جديدة بغينيا الاستوائية. وقال الملا إن مشروع إنشاء مصفاة جديدة للتكرير يعد من أبرز مشروعات التعاون المشترك، وأنه يجري حاليا إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع واستكمال كافة البيانات والمعلومات المطلوبة لتضمينها في الاتفاق النهائي بين الجانبين. شغفه بالرسم دفعه إلى استغلال كل ما يحيط به ليبدع، فعادة يميل الفنان إلى استخدام الفرشاة والألوان كي يخرج ويعبر عن ما في نفسه بشكل عمل فني، لكن الأمر لا ينطبق على كل المواهب الذي يمكنه الرسم بأي شيء أمامه حتى ضوء الشمس. نتابع.
بدون أن يكون للقلم أو الألوان أي دور على الإطلاق. يرسم فنان مصري لوحات فنية نادرة ومبدعة لشخصيات شهيرة مستخدما العدسة المحدبة وضوء الشمس والرمال ومواد أخرى غير تقليدية لتخرج إبداعاته الفنية إلى النور. صعوبة الرسم ده طبعا أن أنت بتفضل واقف ساعة في الشمس عشان خاطر تطلع رسمة، فده شيء مضر جدا للإنسان وشيء مضر للعين، بس في سبيل أن أنا بحب الفن أنا ممكن أعمل أي حاجة يعني. قدم في أعمال أخرى له وهو يقوم بالرسم على مكعبات مصنوعة من الورق المقوى لتكشف عند إعادة ترتيبها عن صورة لشخصية أخرى مشهورة، ليبعث رسالة يريد بها توصيل فنه لأكبر شريحة ممكنة من المشاهدين والجمهور. هي ديت هواية ليا، شايف إن كل واحد ما يتخلاش عن موهبته، لأن هي ديت اللي بتدي له الحياة وهي بتساعده إن هو يكمل في الحياة ويكون بيعمل حاجة بيحبها. واخترت النوع ده من الفن خصوصا لأن مش كل الناس قادرة إن هي تروح معارض، فأنا فكرت إن الناس ديت إن أنا أوصل لهم بالفيديو بتاعي. من بين أعماله الفنية الأخرى لوحة للاعب المصري محمد صلاح صنعها مستخدما الرمال والغراء، ولوحة للموناليزا رسمها عن طريق طهي البيض في مقلاة ليكون بورتري غاية في الدقة والإبداع، وحظيت بإعجاب كل من شاهدها. وبالرغم من صعوبة هذا النوع من الفن الذي يستغرق وقتا طويلا وساعات تحت الشمس، إلا أنه يجد فيه المتعة لأنه يعطيه مساحات من الإبداع فيما يهواه. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس معتدل ليلا على الأنحاء كافة. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس على محافظات ومدن جمهورية مصر العربية. أعزائي المشاهدين، إلى هنا ينتهي استعراضنا لأحداث يوم مضى من خلال أحداث 24 ساعة. شكرا لكم وإلى اللقاء.